السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب بكل مشاهدي قناة النهار معكم في حلقة جديدة من نمبر 1. أكيد هنتكلم عن مباريات الدوري العام، يعني اليوم الثاني في الأسبوع الأول، يعني أعتقد بلا مفاجآت طبيعية. نادي الاتحاد لما يفوز على بيراميدز أنا شايف إن هي يعني مش مفاجأة، لما نشوف إمكانيات والقدرات اللي موجودة في الملعب الفنية هنشوف إن الفروقات بسيطة. كابتن حسام حسن بيتفوق، عمار حمدي نجوم بقى للنادي الاتحاد، الإدارة، الموضوع كله يا جماعة ليه علاقة بالإدارة، موضوع ملوش علاقة بالفلوس. اديني فلوس يعني زي ما انت عايز، ولكن طالما يعني مفيش إدارة فمش هيكون في أي نتاج فني. ده اللي احنا شفناه في مباراة بيراميدز. الزمالك والمقاولين، طبعا هارد لك نادي المقاولين، مبروك لنادي الزمالك، ويعني نجم مصر اللي دايما بيكون مشرفني، دايما بنتكلم انا هو عن ماتشات الزمالك فكل البطولات، نجم مصر ونجم نادي الزمالك الكابتن عصام مرعي. كابتن برحب بحضرتك حبيبي وتجدد اللقاء حبيبي عمر، سعيد على طول يا كابتن، ما اقدرش اعدي اسبوعين ثلاثه غير لما تكون موجود معايا حلقه بالكامل. لا انا اللي ببقى سعيد جدا ان انا موجود معاك، يعني فعلا لما بعرف ان انا جاي البرنامج انا ببقى سعيد ومعاك طبعا حضرتك. وبهنيك طبعا على الجائزه الاخيره ديت، ربنا يخليك، ومزيد من التالق ان شاء الله مع الكرو كله ما شاء الله، يعني ربنا يوفقك دايما يا حبيبي. كابتن عصام عايز ابدا معاك، يعني عايز اسالك سؤال كده قبل بقى ما يعني ما نخش في الماتش. كابتن محمود الخطيب رايك فيه ايه؟ لا بتكلم على لما بنيجي نتكلم على الكباتننا الكبار، وكابتن محمود الخطيب واحد من افضل مهاجمين اليوم في تاريخ الكره المصريه، من افضل مهاجمين اللي عمل اللي هي الموهبه والمهاره والاهداف اللي احنا كلنا اسعدتنا وانبهرنا بيها. همر بس في حاجات عشان بس الناس تبقى عارفه العلاقه، او جيلنا والاجيال اللي قبلينا وممكن لحد الجيل بتاعنا او اللي بعدينا كمان متعودين على احترام ان دول كباتننا الكبار. لما بتكلم على كابتن خطيب بتكلم على كابتن حسن شحاته، بتكلم على الكباتن الكبار طبعا. كلهم طبعا ليهم احترامهم، بنروح لما بنشوفهم بيبقى في احترام حتى في السلام في الوقفه، لو في صور بتبقى بنقدر نتصور معاهم لانه احنا اتفرجنا عليهم وتعلمنا منهم حاجات كتيره جدا. يعني انا كابتن عصام حضرتك لو قابلت كابتن خطيب في مكان واتصورت معاه، لا الصوره تنزل على السوشيال ميديا، ايه عادي جدا عادي جدا، مش ده نجم وحضرتك نجم. اه طبعا، لان في نقطه كمان مهمه جدا يا عمر، كل اصدقائنا اهلاويه، يعني لو قعدت اعد لك الاسماء، لسه من يومين كنت لسه مكلم عادل عبد الرحمن صديقي جدا، محمد حشيش، الكابتن خالد رضا الله، بكلمك في كابتن شوبير، بكلمك في اسماء كتيره جدا، يعني لو قعدت اعد لك اسماء كتيره. انا يعني كنت انا في الماتش الاهلي والزمالك في النهائي كنت بتفرج انا والكابتن محمد عامر وكابتن ياسر ريان وكابتن محمد عمار وكابتن مجدي طلبه، وجات لنا الكاميرات فعلا وكل الكلام ده، وقاعدين والعلاقه جميله وطيبه جدا، لما بنجيب هدف او هم جابوا هدف وبعد ما مشينا بنبهنيه والدنيا طبيعيه جدا. اسالك سؤال بقى تاني، ايه المشكله لما ميدو يتصور مع كابتن محمود الخطيب وينزلها على السوشيال ميديا عنده؟ عادي جدا. ايه المشكله؟ الأمور ليه الهجوم؟ ليه الناس اللي موجوده في الجيل الطالع، جيل السوشيال ميديا، اهلاوي وزملكاوي، هتكلم على موقف في الزمالك علشان هو يخص نادي الزمالك، ليه الجيل يا كابتن اللي طالع على 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 كراهيه، على تعصب، على ما عندوش روح رياضيه؟ ليه واخدين الرياضه ان هي ملحمه عندنا، يعني ينفوز ينفوز، مفيش ثقافه المكسب والخساره. بص يا عمر، دلوقتي الامور كلها بقت موجهه، وبقت اللجان الالكترونيه بقت هي كلمه بايخه. اه كابتن، بقت بايخه جدا. اه كل واحد بقى عنده شويه خمسه سته كده كابتن، حطيتهم على جنب، برافو عليك، كل ما حد يهاجمه بسك عليه. اه يعني بص، موضوع بقى حته الفير بلاي والروح الرياضيه، وان انت تبقى بتحب ناديك وبتتكلم بشكل محترم، وان انت المنافس كمان بتتكلم عليه بشكل وبتقيم بشكل طبيعي بالنسبه للمباريات ما بين المنافس وكل الكلام ده، زي العالم كله تصريحات كمان بتبقى في الطبيعي وفي المعقول، ساعات بتبقى في تصريحات مبالغ فيها عشان انت تضغط على المنافس بشكل معين، دي برضه في الاطار المشروع طبيعي، لكن ده طبيعي. لكن عايز اقول لك حاجه، بتبقى في حاجات مدفوعه الاجر، ما هي دي اللجان الالكترونيه، امال ايه، مدفوعه الاجر، فالتوجيه اللي بيدفع اكتر، فتلاقي الشتايم اكتر وتلاقي حاجات مش في الطبيعي. لا تنتبه لا تنتبه، انا مش عايز اقول كلام خارج عن النص، لان القافله تسير، فعلا القافله بتسير، وانت لا تنتبه لكل الكلام ده، لان ما تخليش حاجه تعطلك في حاجات تافهه، في حاجات خارجه عن الاطار المحترم. كل الكلام ده كله احنا ما بننتبهش ليه. هقول لك حاجه معينه، انا عملت مداخله في قناه معينه ومش عايز اقول اسم القناه، عملت مداخله فبتكلم في القناه مع نجم من نجومه، هو طبعا اعلامي مذيع، فبتكلم في القناه فانا بقول ايه، بقول ان انا عارف، جربت النهائيات افريقيا، انا لعبت ثلاث نهائيات في افريقيا،
فانا لما بتكلم ان انا عارف قوي لما بخسر نهائي افريقيا، عارف نفسيه ومعنويات اللعيبه يا عمر بتقع. صحيح. عشان تقومها تاني بتبقى فيه صعوبه كبيره جدا، بتاخد لها وقت. بس عشان الظرف الاستثنائي اللي احنا فيه وان الموسم لحم في الموسم الثاني، فلازم تقوم اللعيبه بسرعه وتبذل مجهود جبار في نفس الوقت. انا قلت ايه؟ قلت الجمله بتاعتي، هم خبثه، يعني خدوا ايه؟ انا كان المفروض ان انا لما بقول معنى كلمه ما اقولهاش ايه، ما تكونش ذات معنيين، يعني ما تاخدش معنيين، يبقى بقصد معنى واحد بس. هم خدوا المعنى الخبيث في ايه؟ ان انا بقول ان اهميه مباراه طلائع الجيش بالنسبه لعيبه نادي الزمالك توازي اهميه مباراه الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا. هم شالوا كلمه توازي مثلا؟ لا، في جزئيه توازي في ايه؟ توازي في الاهميه. ان لعيبه نادي الزمالك لازم يدوا لمباراه طلائع الجيش أهمية، نفس الاهميه بتاعه مباراه الاهلي والزمالك في نهاية افريقيا، لكن انا ما سويتش البطوله دي بالبطوله دي. لان انا قاعي تماما الكلام اللي انا بقوله، وبعدين انا مش 40 سنه خبره. وايه اللي السوشيال ميديا اخذت الكلام ده؟ اخذت الكلام ده وقالت لك ان كابتن عصام مرعي بيقول ان مباراه الطلائع زي الجيش تساوي مباراه نهائي افريقيا. طبعا حاجه يعني ايه، امور يعني لا تصدق طبعا، ان هم بيحاولوا يوجهوا السوشيال ميديا في ايه؟ ما بياخدوش كلامك المنطقي كله. ليه؟ موضوع ترندات بقى، وموضوع ان انت تنزلوا حاجه تجذب الناس انها تخش تتفرج، ازاي كابتن نصار، وكثير من هذا الهراء اللي بيتقال. لكن خلينا نتكلم، نرجع لموضوعنا عشان ما نبعدش. انا بديك امثله، لكن بنتكلم على اسطوره كره القدم الكابتن. ما فيش حد في مصر ما بيحبش الكابتن محمود الخطيب، ما فيش حد استمتع بادائه، ما فيش حد ما بيحبش الكابتن حسن شحاته، الاسطوره في التدريب وفي اللعب كمان، كل الحاجات، العلاقات طيبه جدا لحد وقتنا هذا. احنا متنافسين داخل الملعب، لكن العلاقات بين اللعيبه ومن بعضها علاقات قويه جدا وعلاقات طيبه جدا جدا. حتى حاليا بالنسبه للاهلي والزمالك كمان، لما جابوا في الفيديو بالنسبه لحسين الشحات ومصطفى محمد الخناقه والشده، طبيعي جدا بعد كل مباراه لازم بتكون انت ما تقربش من اللعيب وهو عامل كده وهو خسران، وانا خسران نهائي افريقيا وخارج، فممكن اشد لو حد عمل لي كده، بس ممكن امسك في اي حد. فحسين الشحات قال لك لا، احنا اتصالحنا وحد دخل وسيط بينا، ولعيبه كبار جدا ولعيبه كبيره شكلها كمان. اتكلمنا في التليفون طيبة بعد جداً. المباراه والموضوع كله خلص، العلاقات بينهم طيبه جدا. يعني 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 كابتن عصام، هل حضرتك شايف ان السوشيال ميديا الموجهه اتجاه ميدو، يمكن ميدو انا تعاملت معاه شخصيه محترمه، ميدو من الناس النقيه، ميدو من الناس اللي هو يعني لما اتصور مع كابتن محمود الخطيب راجل زملكاوي حتى النخاع، ما حدش ابدا يقدر يشكك في زملكاويته، وبالتالي هو راجل يعني بشكل او باخر. لما شفنا بس ان في محاوله ان الاهلاويه والزملكاويه اعتبروا ان الموضوع عادي، لقينا فيه هجوم غير طبيعي. انا بتكلم على الناس يا كابتن، شايفه انك تتصور مع رمز من رموز الاهلي والعكس صحيح، شايفينها جريمه يا كابتن؟ لا مش جريمه، لا خالص. يا نهار ابيض، انا مش مصدق. لا انا بتكلم على ميدو، ودي طبيعتنا وطبيعتنا في الوسط كابتن، الوسط يعني. الرياضي اتعودنا من صغرنا كمان لما طلعنا في الناشئين، ان دايما في اكبر في السن، وان دايما دول الكبار في السن دول بيبقى ليهم احترامهم وليهم تقديرهم، ده مهم جدا. وعلى فكره نفس الاحساس اللي انا كنت بحسه وانا صغير خالص لما جيت نادي الزمالك سنه 91 92 وفي مباراه اعتزال الكابتن مدحت مكي، في مباراه اعتزال والكابتن حسن شحاته نزل لعب معانا، واحنا فريق نادي الزمالك كل النجوم في وسطينا، كان الكابتن حسن شحاته بيلعب مباراه الاعتزال ده، قد انا جريت اتصورت مع الكابتن حسن شحاته. يعني ايه؟ دول نجوم كبار وكباتن كبار جدا، ما فيش اي مشكله. لكن اللي انا عايز اقوله كمان بالنسبه لميدو، ميدو انا دربته، كان بيلعب في كل مسابقات الناشئين. انا بقول الكلام ده مش بزايد، على ان انا عارف زملكاويته، وعلى فكره ان هو بيموت في الزمالك، لعيب كان في نادي الزمالك وعنده 8 سنين. ميدو متربي تربيه كويسه جدا على فكره، ميدو احترف بره ولعب في اكبر انديه اوروبا بشكل كبير جدا، عنده ثقافه بالنسبه احترافيه بشكل كبير جدا، ليه اسلوبه كمان الخاص، بيعرف يتعامل بشكل كويس جدا. انا بشوف ان ميدو برضه جريء كمان في 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 آرائه، كمان بيعجبني كمان في آرائه بشكل، وفي نفس الوقت محترم لانه متربي تربيه كويسه جدا جدا. انا ما كنتش احب ان يبقى الكلام ده على السوشيال ميديا، بس خليني اقول لك ان دلوقتي السوشيال ميديا بتصطاد اي مش حاجه. مش شايف ان بعد كلام حضرتك السوشيال ميديا تصطاد الكابتن عصام مرعي؟ تصطاد انا؟ ولا لو اللي عمله، لو كل يعني بعد الكلام ولا يفرق معايا، ولا يفرق معايا انا بالنسبه لي، انا ولا يفرق معايا السوشيال ميديا ولا اللجان الالكترونيه ولا كل الكلام ده كله. ليه؟ لان انا بقول ببعت رساله للجان الالكترونيه، انا مش على راسي بطحى ولا حد كسر عينيا، انا بقول اللي اعور انت اعور في عينيك، انا كده وطول عمري هفضل كده. انا لا بتاع ترندات
ولا بتاع مثلا بطلع عشان اضحك الناس، بتاع كوميديا عشان اعلامي ياخدني اقعد اضحك في الناس واقعد اقول كلام كله تهريج وكل كلام. لكن مفيش مانع ان تبقى فيه روح رياضيه، يعني نقدر ان احنا نضحك ونهزر في الحلقه، نفك الحلقه شويه، المشاهد ما يبقاش قاعد برضه شايف ان الامور كلها جد ودغري، لا ممكن نفك الحلقه بشكل كويس جدا، مفيش اي مشكله خالص. لكن انا بالنسبه للجان الالكترونيه انا بقول الصح، يعني انا زملكاوي وزملكاوي والناس كلها عارفه زملكاويته كويس قوي، لكن ليا اصدقاء كتير قوي في النادي الاهلي. لو ما بتتكلم على رمز من رموز الكره المصريه في تاريخ الكره المصريه بتتكلم على كابتن خطيب، يعني ايه ورئيس النادي الاهلي. لكن لما انت ما كلمتنيش قلت لي والله قول لي ايه رايك في اداؤه، لا في اداؤه الاداء دي مش بتاعتي. طب اسالك سؤال، لو كان ميدو اتصور مع كابتن خطيب وهو مش رئيس النادي الاهلي ونزلها، كان هيحصل عليه كان هيحصل على ميدو مع ولا كلمه؟ مش ولا كان هيتقال اي تعليق، لانه خلاص انت خلاص هم بيعتبروا ان في ناس مش الزملكاويه المحترمين اللي بيعشقوا نادي الزمالك، اللي عارفين ان ده زملكاوي يبقى زملكاوي. يعني هي عشان رئيس النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي انه ده مش ببقاش منافس، يعني انت ما بتاخدش كمنافس ليك في الملعب. ولا الشحن اللي كان بيتعمل على الكابتن محمود الخطيب في التوقيت السابق هو ده اللي شحن الناس بالظبط كده. فخلاص بقيته انت بتعتبره ما بقاش مثلا منافس، لا انت قلبت كمان الوصف والمعنى اللي بقى عدو بالنسبه لك، فما تروحش العدو وتتصور معاه، لا ازاي؟ ده احنا مصريين، وقلنا في النهايه ان الاهلي والزمالك بيوصلوا نهائي افريقيا ناديين مصريين، واول مره تحصل في التاريخ ان الاثنين والبطوله هتبقى مصريه واللي خدها نادي مصري. ومحمود الخطيب يعني بحفظ الالقاب مصري. وكان ممكن الزمالك كمان ممكن ياخد البطوله، ولو الزمالك على فكره لو خد البطوله يا عمر خد بالك من النقطه دي مهمه جدا، كانوا هيطلعوا كابتن محمود الخطيب في النواحي الاداريه ما لا يصلح، وان كان هيبقى قفشه ده فانيله تقيله عليه وكان كذا كذا، مظبوط ولا لا؟ طبعا بس هي دي الكوره، هي دي الكوره وفاهمينها وعارفينها وحافظينها. بس اللي يبقى كل حاجه بتعدي وبتروح، ولكن يبقى الاحترام والسيره الطيبه. صح، الله يفتح عليك، برافو عليك، الله ينور عليك. طب يا كابتن انا يعني مش عايز اروح اتكلم على ماتش الزمالك غير لما اتكلم معاك عن الاتحاد وبيراميدز. انا شايف ان النتيجه منطقيه جدا، انت عندك فلوس كتير، ولكن يعني انا شايف ان المشكله من الاداره. انا مقتنع ان في بيراميدز عنده مشكله في الاداره، ان الاداره مش عارفه تجيب المدير الفني. سلام، صح كده يا كابتن؟ بص انا مش هجاوب خلاص كده، لان انا مولع، يعني انا مولع في انت هايل، ما انا كابتن، لان انا انت لو دخلت في سكه ثانيه اقول لك لا انا مختلف معاك. انا كابتن لعبت كوره فانا عارف انت ممكن يكون عندك، يعني مثلا برشلونه مثلا عنده احسن لعيب، لكن كومان مش المدير الفني المناسب بالنسبه لبرشلونه مثلا. انا بقول لحضرتك مثال، هتشوف مثلا فريق ثاني. فبالنسبه مثلا لبيراميدز، فانا بتكلم يا كابتن عصام ان هم عندهم كل حاجه، لكن ابقى الاداره مش عارفه توفر للعيبه المدير الفني اللي يعرف يسيطر على كل المجموعه، وكمان يعني سخر امكاناتهم لصالح الفريق، بيخسروا من الاتحاد. الاتحاد النهارده تفوق هدفين تسلل او هدفين الفار لغاهم واحرزوا هدفين. والغريب بقى يا كابتن عصام ان بيراميدز يعني زي ما حضرتك شفت ما كانش ليه خطوره حقيقيه على مرمى الاتحاد. انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في الحدث. يعني بتكلم في حدث، بتكلم في منافس قوي لعب كمان في الكونفدراليه كمان ووصل نهائي الكونفدراليه، وانا قلت السبب الرئيسي في عدم احراز بطوله الكونفدراليه هو المدرب. وقلت على المدرب ده من بدري في مباريات كتيره قريته كتير قوي، هو مش على قد الحدث. قد الحدث اللي ان بيراميدز بتجيب جابت لعيبه كبار قوي بملايين، لكن والاداره جابت مدرب مش على قد الحدث. في نفس الوقت الاستقطاب اللي حصل في بدايه الموسم برمضان صبحي وشريف اكرامي واللعيبه الكبيره اللي جت بشكل كبير جدا وكسرت الدنيا، حدث كبير قوي قوي، لكن برضو الاداره جابت مدرب برضو مش على قد الحدث. فانا مش فاهم هم دماغهم راح لحد فين، مش عارف يعني. بتعملوا صفقات واستقطاب 10 على 10، لكن لماذا يعني ليه؟ لان انا مش حاسس ان في اداء. لكن حسام حسن نديله حقه في المباراه، من ناهي الموسم بشكل قوي جدا في المباريات اللي كسبها بشكل كويس جدا في الكاس بشكل كويس قوي، وهو خسران واحد. انا توقعت ان بيراميدز حد كمان ممكن تعزز بهدف تاني، لقيت حسام بيكس، لا يبقى ماشي بشكل كويس جدا. برضو الخبره، يعني الخبره، المدرب مع المدرب، قلنا المدرب الاجنبي ده ممكن يكون لسه قدامه مساحه وقت عشان يتعود على اللعيب المصري. استاذن حضرتك بس هناخد تليفون مع احد الشخصيات المحترمه جدا العزيزه على قلبي. طيب هيرجع لنا مره تانية على العموم، هو المهندس فرج عامر
رئيس نادي سموحة، من الناس المحترمة جدا، من الناس اللي دايما بنتشرف ان هي تكون موجودة معانا. لكن معلش كابتن عصام، يمكن لحد ما يرجع لنا سريعا عشان الخط قطع. كابتن حسام، اعتقد ان هي كانت مباراة خاصة. ليه؟ كان مدير فني بيراميدز. فهو زي ما حضرتك عارف كابتن حسام عنده الحتة دي، ان هو ما يحبش ابدا يكون ماشي من مكان. وزي ما حضرتك عارف يعني كابتن حسام حسن لما راح الاتحاد فبيراميدز دي بالنسبة له مباراة القمة، هو عايز يعني يثبت للناس ان 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 هو كان لحق ان هو كان يبقى موجود الفتره اللي فاتت. مش اللي هو عشان اتعمل ماتشين فحصل اختلاف فكل واحد راح لحاله. فالنهارده مباراه بيراميدز بالنسبه للكابتن حسام حسن كانت مباراه زي كده الاهلي والزمالك بالنسبه له. بالتاكيد اتفق معاك. شفت الكابتن حسام يعني بالمجموعه اللي موجوده، بعمار حمدي، بخالد قمر كابتن الفريق، باللعيبه الخبرات اللي موجوده، بالصفقات اللي الحاج محمد مصلحي يمكن تعاقد معاها، كابتن حسام يعني هل الاتحاد اعتقد يا كابتن عصام ده شيء مهم؟ انا عايز اعقب بس على لازم الكلمتين، ده شيء مهم جدا طبعا. على فكره وهو وافقنا في كل الكلام اللي احنا قلناه بالنسبه لل، سواء بنتكلم على كابتن خطيب وبنتكلم على رموز الكبيره اللي في تاريخ الكره المصريه، لو ذكرنا اسماء هتلاقي اسماء كبيره جدا، لكن هو اتكلم على بالنسبه لميدو، وهو اتكلم في دايما النجوم لما بتقابل مع بعضها الشخصيات العامه طبيعي جدا من الاحترام ومن التقدير ان انت تروح تسلم، مش انا هقابلك في مكاني عمر مثلا وانت هتقابلني في مكاني عمر، واحنا كنا في نادي، انا كنت مدرب وانت كنت لاعب، فممكن انا كمان انت كمان لما تشوفني هتديني ظهرك ومش هتسلم عليا. يعني ما ينفعش، مستحيل. شوف الكلام ازاي. فيبقى الاحترام، تبقى المنافسه ولكن يبقى الاحترام، وزي ما انت قلت السيره الطيبه كمان لما بيتذكر الاسم فلان بالسيره كمان تلاقي كل الناس بتجمع على الاحترام وعلى الادب وعلى الروح كمان الطيبه. في نفس الوقت انا بتكلم على كابتن ربيع ياسين، ده والدك كمان، كابتن ربيع ياسين من نجوم النادي الاهلي ومن نجوم الدوليين العظام جدا جدا، وكان في فتره كمان الزمالك كانت هاجم والزمالك كانت فيه مشكله بالنسبه للنادي الزمالك، الكابتن ربيع قعد حوالي 10 دقائق يتكلم وهو نجم النادي الاهلي، ما ممكن يقول لك انا السكوت احسن التزم الصمت، لكن قعد 10 دقائق ليه؟ لانه هنا في دور طبعا، هنا في دور للنجم في بلده لمصر، لبلده مصر، ان هو كان لعيب دولي ومثل مصر كتير قوي، فليه دور مهم جدا وندافع عن الانديه المصريه حتى لو كان المنافس بتاع النادي الاهلي هو نادي الزمالك، فاتكلم بكل حرقه ومن قلبه على نادي الزمالك وقيمه نادي الزمالك واسم نادي الزمالك ونجوم نادي الزمالك وتاريخه، فده مهم جدا. لكن احنا لما بنتكلم على التاريخ، ما كلنا نعلم تماما تاريخ النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي كلها، بغض النظر عن الامور الجانبيه الخاصه اللي بتحصل في موضوع، اصل في منافسه في سوشيال ميديا، زادت السوشيال ميديا، زادت الحاجات المدفوعه الاجر اللي كانت بقت عامله في حاجات ملتهبه بشكل كبير جدا وحاجات مش منطقيه، واخد بالك ازاي؟ بس بقت في ناس ماشيه مع القصه دي بتاعه الهجوم الشرس دوت والحاجات اللي مثلا بيطلع دلوقتي، بقت الناس بتتهان يا عمر، النجوم والاسماء الكبيره اللي عامله تاريخ لمصر وتاريخ لانديتها كمان بقت بتتهان وبتتشتم كده وش علني، بقت الامور، وايه واللي بيشتم ده كمان لا يتعدى 17 ولا 18 سنه ولا ال 20 سنه. صحيح. طب شاف النجوم دي فين ولا شاف تاريخهم فين؟ هو بس بيسمع، لكن هو موجه بس لهدف معين، لكن انت لو قعدت تابعت سيره نجم من نجوم الكره المصريه دوت، المفروض ان انت تكتب عنه وتشرح حاجه زي كده، دي هتضيف ليك وهتضيف بدل الشتايم وكل الكلام ده، لكن واضح ان هي كلها بقت سبوبه، يعني كلها بقت في استفاده، ان انا اشتم يبقى انا بقبض يبقى هشتم. لكن انا بتكلم على ايه؟ ان احنا دايما نحاول بقدر الامكان ان احنا فعلا ننبذ التعصب دوت، لانه بيزيد على فكره، احنا سايبينه قاعدين بس بننوه عنه، لكن في وقت من الاوقات ممكن تحصل كارثه، فاحنا بقدر الامكان لازم التوعيه دي ندوس في الموضوع ده بشكل قوي. حصلت في 2012 واتمنى ان هي ما تتكررش. لا 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 لا، حصلت في بورسعيد. يعني انا بقول لحضرتك ممكن تحصل كارثه. لكن خليني اسال حضرتك السؤال اللي عايزك تجاوبني عليه كابتن بعد الفاصل، هل الكابتن عصام مرعي ممكن يبقى موجود في مجلس اداره لو حد من الرؤساء نزل وكلمه وقال له عايزك تبقى موجود معي عضو مجلس اداره زي ما الكابتن اسماعيل يوسف كان موجود عضو مجلس اداره، ولا حضرتك متمسك بالتدريب في الملعب وهو ده شغلك الشاغل؟ الاجابه تعرفوها لكن بعد الفاصل، خليكم دايما معانا. برحب بحضراتكم من جديد. كابتن عصام مرعي سالته قبل الفاصل، قلت له هل الكابتن عصام ممكن يبقى موجود عضو مجلس اداره في نادي الزمالك لو احد المرشحين على مقعد الرئاسه استعان بيه في قائمته، ولا الكابتن عصام شغفه في ارض الملعب على الخط بيوجه وبيدي تعليمات للعيبه ككوتش طبعا كبير لنادي الزمالك او حتى لغير نادي الزمالك؟ اجاوب على السؤال ده ولا اجاوب على قبل الهوا اللي احنا كنا بنتكلم فيه؟
لا السؤال ده قبل الهواء يبقى في قبل الهواء. ما ياخدش هواء. بيجز ستي ان بيجز. خلاص اتفقنا. هتختار يا كابتن عصام؟ لا المكتب ولا الملعب؟ لا الملعب. الملعب. الملعب لان انا شوف انت بتختار في ناس بيبقى عندها الملكه والموهبه على فكره التدريب التحليل موهبه. صحيح. والتدريب موهبه. والاداره كمان بتبقى خلاص انت سكتك بتاعتك ان انت ناجح فيها فبتمشي فيها بشكل كويس في الاداره. انا ممكن اخش اداره بس انت عارف انت لعبت كوره ده كان بمنتهى الامانه. انت بتبحث دلوقتي انت في كل الناس بتبحث عن ان مصدر رزقك هو الملعب الكوره. انت في مجلس اداره هتخش شرف كبير قوي ان انت تخش تبقى في عضو مجلس اداره في نادي الزمالك وتبتدي تاخد السلك دوت وتكمل فيه بشكل قوي. لكن انت هتبقى متطوع وتبقى متطوع بنزاهه وشرف لما تخش نادي كبير بحجم واسم نادي الزمالك تخش تخدم وتبذل اقصى جهد عندك بنزاهه وبشرف. وباكد دايما على بنزاهه وبشرف. دي مهمه جدا جدا في نادي الزمالك في مؤسسه كبيره زي نادي الزمالك. ليه؟ لان نادي الزمالك ليه فضل علينا كلنا. فلما نخش نخدم. لكن لما تيجي تشتغل زي عجبني جدا اشرف كابتن اشرف قاسم وعجبني جدا عبد الحليم علي لما بيشتغلوا في الشغل الفني بمرتب باجر. وعايز اقف هنا وقفه مهمه جدا بالنسبه مثلا للدكتور اشرف صبحي وزير رياضه. لما باجي اخد قرارات اخد وزير شباب ورياضه لما اخد قرارات وابتدي اشكل لجنه احط لجنه شوف انا معلش تفرعت شويه اشكل لجنه احط لجنه ولا اتنين ولا ثلاثه يبقى في تحديد اختصاصات عشان الدنيا ما تعومش. في نفس الوقت لما احط انا مع حفظ الالقاب احط ايمن يونس احط اشرف قاسم احط عبد الحليم علي واحط فلان وفلان 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 كل دول نجوم كبيره ما حدش هيقبل يبقى اقل من التاني. لكن لما جبتهم تاني الدكتور اشرف صبحي وابتديت عملت عمليه كل واحد ياخد منصب يبقى كله عنده كمان واجبات المنصب لانه ينفذها بتاعته وندي المساحه الكبيره ان عبد الحليم يبقى مدير كوره يبقى المختص مباشر مع اللعيبه بوصل لاشرف قاسم عشان اشرف قاسم يبقى حلقه الوصل ما بين مدير الكوره ووصل للكابتن ايمن يونس كمدير تنفيذي مع اللجنه الاستشاريه او اللجنه المعينه اللي هي موجوده من الساده المستشارين. يبقى الموضوع كله يبقى فيه تسلسل يبقى فيه نظام كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه. لكن ما تبقاش الدنيا عايمه ما حدش يخش يبقى هو الرئيس. يعني انا اخش ابدا طب رايك في اللجنه بشكل عام يا كابتن عصام رايك فيهم ايه؟ انا بشوف ان بعد شغلهم لحد دلوقتي يمكن حصل تذبذب في بعض القرارات حتى انا كان موجود معايا امبارح على التليفون الكابتن ايمن يونس وقلت له ان الراجل طلع في قناه الزمالك باتشيكو المدير الفني وقال انا احد الصفقات اللي انا كنت عايزها احمد الشيخ ولكن اتفاجئت ان في قرار جاي من مجلس الاداره بعدم التعاقد مع اللاعب. وانا لو موجود معلش انا بقولها على الهوا انا لو موجود في مجلس اداره نادي الزمالك مش هاخد احمد الشيخ. ليه يا كابتن؟ لو هو هيكسبني كل مباريات وهجيب لي الدوري. طب ممكن اسالك سؤال؟ لا ليه بص محدش يجي انت هو قال تصريح احمد الشيخ طلع وقال تصريح فيه في وقت انت انا كلاعب دلوقتي انا رايح هلعب في النادي الاهلي. لكن انا ما اعرفش بكره هل انا هكمل في النادي الاهلي طب انا ممكن بعد كده ممكن هروح نادي الزمالك معلش انا مسؤول عن كل تصرفاتي ان انا لما جيت رحت ان كان الاهلي والزمالك فلما بقى اتكلم انا بصرح ان خلاص رحت النادي الاهلي فبالتالي برضه هو اساء لنادي الزمالك في الجزئيه دي خلاص علمت. طب ليه عرضوه على المدير الفني في الاول طالما عنده مشكله في حته ان مجلس اداره ممكن ليه انا هقول لك ليه لان انا عايز اقول حاجه انا مش عايز انا ما بحبش انا بكلمك بقى اداره مش هكلمك فني لان انا وانت فني وانا مدير فني 20 سنه بيبقى عندي ذخيره من الخبره كمان الاداريه يعني اقدر اخد قرار وقرار بيبقى صائب حتى لو في ضغط كبير بشكل كبير. انا بتكلم على احمد شيخ ايه تاثيره مع النادي الاهلي في الثلاث بطولات ماشي ما هو معلش انا معلش لما خرج من الاهلي اخذ هداف الدوري في المقص انا بقول لحضرتك يعني يبقى خليني في المقص معلش بص يا عمر بيمر علينا 40 و50 و60 لاعب في نادي الزمالك واسال لعيبه النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي بيمروا كتير قوي بس مش نادي الزمالك مروا عليا وانا بلعب في الفترات دي كلها لعيبه كتير قوي ده لعيب فري ترانسفير من غير فلوس ما ماشي يفرق مع الزمالك حتى لو ست شهور حتى لو سنه فلوس حتى لو سنتين بس لما يطلع تصريح للمدير الفني وهو يستغنى عنه من غير فلوس والنادي الاهلي يسيبه بس الاهلي كان مضطر انه يسيبه وانا ما باخدش اللي حضرتك عارف ان هو كان عنده اعاره من دوري التشيك والاهلي وافق له عليها ولكن اللاعب قال لك هيتقعد في الاهلي يمشي لا بص مش عايز اقعد يعني مش عايز اقعد ان انا اروح اعاره لا انا عايز ابقى موجود في الاهلي العب او ان انا
تقولوا لي السلام عليكم. دلوقتي احنا بنتكلم عن اللعيب اللي بيجي له فرصه في النادي الاهلي او نادي الزمالك، مش بنقول له امسك في الفرصه صحيح عشان تكمل فيها، ولعيب كتير لعيبه كتير قوي 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 مسكت في الفرصه ولعبت منتخب بلدها ولعبت اساسيه في النادي الاهلي ونادي الزمالك وكسروا الدنيا من فرصه واحده. لا ما حدش موجود ولا في اي منصب، لا مش موجود ولا حد موجود، ولا لو موجود انا لو اعرف ان في حد موجود انا هبلغ الناس هناك في النادي. الناس دي ما تبقاش موجوده، لان الناس دي ضد الزمالك، الناس دي استفادت من نادي الزمالك، الناس دي اساءت لنادي الزمالك. نادي الزمالك استفادوا ازاي من نادي الزمالك؟ استفادوا كتير، استفادوا ماديا طبعا، واستفادوا بمخالفات كتيره وامور كتيره مش مظبوطه. انا بقول لك في ناس كتيره في بطانه كبيره جدا كانت بتاثر على 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 الناس في نادي الزمالك. لا نادي الزمالك يعني كان بيضارب بشكل ان في ناس كتير قوي في حاجات ايجابيه خدت فرص كتير قوي واشتغلت في الدرجه الاولى، وما كانتش تحلم منها ممكن تشتغل، لكن الناس اشتغلت في الدرجه الاولى. لكن الامور نفسها في حاجات كتيره جدا فنيه نفسها في امور فنيه انا ما كانتش بتبقى عجباني، يعني في امور فنيه. لكن في الفتره الاخيره في السنتين الاخرين في الاستقطاب اللي حصل اللي جه باللعيبه الدوليه اللي جت بعد ما كان الزمالك بيجيب لعيبه حقل تجارب، وده كان يحسب للمجلس اللي فات، انا بقول لك يحسب لمجلس المستشار مرتضى، انا بكلمه في ان استقطاب اللعيبه دوت كان على اعلى مستوى. انت بتجيب لعيبه دوليه، اشرف بن شرقي وبيجيب اوناجم وبيجيب ساسي وبيجيب لعيبه كبيره وبتضم وبتجدد اللعيبه الكبيره اللي موجوده، وجبت الاعارات اللي كانت مصطفى محمد قوت الفرقه بشكل قوي جدا، بقى عندك فريق محترم بقينا بنتشرف بيه. وانا كتبت بوست كمان ان لازم تحافظوا على هذا الفريق بشكل كبير جدا. لكن انا انت بتتكلم في امور خاصه بعيده تماما عن فرقه الكوره، عشان كده احنا لما بنتكلم على وجهه النادي الزمالك ايه فرقه الكوره، فعشان وجد لازم تعزل. عشان كده انا بقول لك ايه، يعني انا بحيي كمان اشرف وبحيي كمان عبد الحليم وبحيي كمان ايمن يونس وبحيي تفتكر يا كابتن عصام هيكملوا مين؟ كابتن اشرف والكابتن عبد الحليم يمكن بعد ما استقالوا مرة في خلال الاسبوع الماضي ده، تعتقد ان هم ممكن يكملوا؟ طبعا. ليه زي ما حضرتك مش حضرتك قلت كلمه مهمه، قلت حضرتك ان كان في ناس ليها مصالح ان الناس تكون موجوده على حساب ناس، حتى لو الناس دي كابتن عصام بقى له شهر او بقى له اربع ماتشات، فبالنسبه لهم اهم حاجه لان الناس دي الناس دي تمشي والناس دي تكون موجوده، ما حدش هيجرؤ خلاص ولا من بعيد لبعيد ولا الهوى ما يقدرش، ما حدش يجرؤ خلاص ولا حد بيأثر على نادي الزمالك من جوه ما في ولا لا بص عشان نطلع فاصل قول لي جاوب بعد الفاصل اجاوب بعد الفاصل عشان تفكر في الإجابة كده عشان أنا أسرح لك أقول لك طيب. بعد الفاصل هنكمل مع كابتن عصام مرعي، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد. كابتن عصام مرعي، يمكن سؤال قبل الهوا بقى عن الحال والوضع في نادي الزمالك الخاص بالكابتن أيمن يونس بالكابتن أشرف قاسم بالكابتن عبد الحليم علي وبالأخص الكابتن عبد الحليم والكابتن أشرف، يمكن استقالوا الفترة الأخيرة وطبعا المجلس رجعهم مرة تانية بعد ما اتكلموا بعد ما تم إقناعهم إن الشكل هيدور بالشكل أو بالطريقة اللي هم عايزينها. هل حضرتك شايف أو سؤالي كان قبل الفاصل، هل حضرتك في ناس بتحاول من بره نادي الزمالك اللي كانت موجودة قبل كده إن هي تطفش الناس اللي موجوده علشان خاطر نقطه معينه يتم اثباتها مثلا؟ هم مش هيقدروا، هم مش هيقدروا عليهم. يعني حد بالخبره، يعني لو موجود انا بعتبر نفسي موجود مكان ايمن، موجود مكان اشرف، موجود مكان عبد الحليم مع حفظ الالقاب طبعا، ان انا موجود مكانهم ما حدش هيجرؤ في حاجه زي كده. لكن انا بكلمك على ناس مخلصين اعطوا نادي الزمالك الكثير والكثير ومخلصين جدا ونضاف جدا وجايين يخدموا نادي الزمالك بجد على فكره. والمكسب بتاع النهارده ده كمان ده بياكد لك كمان، هو مش مكسب مباراه ان انا بقول الزمالك كسب، الزمالك بيكسب على طول، لكن انا بكلمك ان المكسب النهارده كمان بيبقى رد قوي كمان، ان الناس الفتره الخمس ست ايام او الفتره اللي فاتت دي كانت بتشتغل باخلاص في حدود المتاح، وهم بيجتهدوا كمان ان هم يكونوا ملتزمين بالوعود بالنسبه للعيبه. انا قلت لك في نص الحلقه، انا قلت لك ان اللعيبه مرتاحه وهي بتادي بشكل كويس، وانا كنت النهارده قلقان من ان تشعر ان في توتر في المباراه وقلق في المباراه، ولعيبه الزمالك ما بتاديش بشكل، ما فيش روح في الاداء، لكن النهارده كان في روح، تاكيد على ان في روح على فكره، خاصه بعد اي انتكاسه وتيجي مباراه كل الناس كانت بتعتبر هذه المباراه اهم مباراه في الموسم كله، المباراه دي لان في ناس كانت ليها مصالح ان الزمالك يسقط من خلال الخساره عشان يحصل هنا مقارنات، عشان يحصل هنا مقارنات، لان في ناس ليها مصالح، وانا بكلمك على ده في نادي الزمالك. انا بتمنى ان نادي الزمالك كان فيه، عارف الغربان لما بيتعشش في النادي في مكان وما بتطلعش من المكان ده، ولازم يتبتروا من المكان ده وتخش الناس النظيفه المخلصه تبقى موجوده في نادي الزمالك، وموجودين كتير قوي يقدروا يخدموا نادي الزمالك، لكن لسه موجود شويه بس انا مش هقدر اذكر اسماء احتراما يعني لسه في منهم موجودين دلوقتي، كانوا موجودين في الفتره اللي فاتت ادوا دورهم
انا لو مسؤول وفي وزير شباب ورياضه كمان، الناس دي متشكرين مع السلامه، كبير ولا صغير في اي منصب كانوا موجودين، موجود في القناه، موجودين في القناه وموجودين كمان في نادي الزمالك مسؤولين وكبار وكانوا لعيبه وكانوا مدربين كمان ومسؤولين، مش موجودين، سيبوا الناس تشتغل، انتوا خدتوا فرصتكم، سيبوا الناس دي كمان تاخد تاخد فرصتها، احنا كلنا اولاد نادي الزمالك بنخدم نادي الزمالك، لكن انا مش المثل فيها لا اخفيها، يعني انا لو مش فيها اخفيها، يعني في ناس بتبقى دي شغلتها، مصلحتهم الشخصيه فوق نادي الزمالك يا كابتن عصام، مش عايزه كلام، يعني لو خيروه بين الزمالك وبين مصلحته يختار مصلحته الشخصيه بالظبط كده، ولازم الجماهير تبقى، والجماهير ذكيه، والجماهير لازم تبقى واعيه، تدور دايما على المخلصين اللي بيحبوا النادي، هو ده المهم جدا، وتبقوا هم عارفين، الجماهير كمان عارفه ده كويس قوي، لكن مع النتائج ومع الدنيا لما تمشي والمسانده كمان من الدوله ومسانده وزير الشباب والرياضه لاسم وتاريخ نادي الزمالك، الدنيا هتمشي بشكل كويس جدا. ال 40 مليون اللي دخلوا بالشركه الراعيه، لو كان الزمالك ليه 120 مليون جنيه عند الشركه الراعيه، الشركه الراعيه سددت 40 مليون، ال 40 مليون دول راحوا للعيبه، لكن مش هيكفوا، لكن هيجتهدوا تاني ان هم يجيبوا فلوس، وفي بوتيكات، اسم الزمالك كبير، يقدر يجيب ملايين، فانا مش قلقان، لان حتى حتى لو مش موجودين الكباتن دول كمان، نادي الزمالك عمره ما هيقع، لان دايما كان في انتكاسات وبيعود الزمالك بطل، كانت دايما بتبقى في كبوه، لكن الكبير بيقدر يرجع بسرعه، ده مهم في نادي الزمالك. لكن انا بكلمك ان كان هناك اشخاص في نادي الزمالك كانت عراقيل بالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك ماشي كويس قوي، لكن تشعر في النهايه ان الناس برضه متخوفه ان انت مش هتاخد البطوله لاسباب كتيره. لكن في نقطه كمان عايز اتكلم فيها مهمه جدا، ان انا لما هاجي اهجرف كمان الارض، كمان هاجي من تحت، هاجي على الغلابه والموظفين والعمال والناس الملتزمين، مش شرط يبقى عندي 300 واحد، ممكن يبقى عندي 100 واحد ولا 150 واحد، بس التزم مع الناس دي انها تاخد فلوسها وتاخد مرتباتها وفي موعدها، اعمل كمان جزء تاني كمان، ده هيجي كمان في السكه، ان انا اللعيبه اللي بتمشي من نادي الزمالك وليها مستحقات تاخد مستحقاتها حتى لو هم في اخر الدنيا، عشان سيره وسمعه نادي الزمالك ده مهم جدا، ده يتعمل. المرتبات بدل ما تبقى يوم 10 و15 و20 ويتاخر على القطاع كله مثلا بالشهر وبالشهرين والثلاثه، والناس ما عندهاش الا الشغلانه ديت وبياخد 2000 ولا 3 ولا 5 ولا 10، لا انا يوم 28 اكون حاطط له المرتب دوت وما اخصمش منه، ودايما اقعد اساند كمان المدرب، ما اخلوش قاعد على اعصابه وقلقان وخايف انه ممكن يمشي، والموظف والعامل يبقى موجود في النادي انه خايف ان هو يمشي في اي لحظه وفي اي يوم، لا دي منظومه كلها بالعمال بالموظفين بالناس اللي موجوده كلها، كل الفرق الكوره اللي موجوده في النادي كلها، بالجانب الاداري كمان، كل دي منظومه واحده كمان، لما بتنجح كلها مع بعض، لكن مش هينجح مثلا فريق الكوره كله وانت ظالم هنا وظالم هنا وظالم هنا وظالم هنا، وجاي على ده وجاي على الضعيف وجاي على الغلبان وجاي على، لكن خليك دايما مع الغلابه ومع الناس البسطة، ان انت التزم معاهم وزودهم. يعني انا لو جيت النادي احاول انا ابص على الكشوف كلها بتاعه الموظفين وبتاعه العمال وبتاعه الناس والمدربين والحاجات دي كلها، ولاقي حاجات قليله ازود، لو انا عندي المساحه ان انا اقدر ازود الناس دي كمان عشان اديهم حافز ودوافع قويه جدا ان يبقى انتمائهم للنادي اقوى، بدل ما هو بيبقى جاي نادي الزمالك بيبقى عامل نادي الزمالك كوبري لان بياخد فيه 3000 عشان يعمل برايفت مثلا في حته معينه وعشان يعمل في حاجه، ولا موظف ولا عامل عشان يشتغل شغلانه بالليل كمان، حاجات كتيره قوي لازم تتنسق، وهم عندهم شغل كتير قوي، لكن في اولويات ياخدوا اولويات فرقه الكوره اللي هي واجهه الكوره اللي هي بتضخ الفلوس، دخل لك الفلوس كويس قوي، ومن خلال الفلوس دي تقدر انت تقدر تعمل عمليه التنظيم في النادي كله من اوله لاخره بشكل كويس. ومن هنا بنناشد كل اعضاء مجلس اداره او كل اعضاء نادي الزمالك ان احنا ننتخب الكابتن عصام مرعي ان هو يبقى موجود عضو مجلس اداره. بص يا كابتن، نسيت حضرتك تتكلم عشان الكلام الصراحه عجبني ومكيفني، واعتقد ان بقى ايه لازم تبقى موجود في مجلس الاداره كابتن عصام تجرب حظك. انا بكلم بحب وبقلب. ما انا بقول لحضرتك الكلام ده ما ينفعش ايه صراحه، يعني مش اي حد يتكلم في الكلام ده، الكلام ده كلام ليه علاقه بالاداره وليه علاقه كمان بمجلس الاداره، فانا بقول لحضرتك والله يعني قلبها في دماغك كويس حبيبي، عشان تبقى موجود كده حضرتك مع احد الناس المحترمه اللي تبقى موجوده، حضرتك قيمه كبيره وقامه، اعتقد ان حضرتك مكسب لاي حد في الملعب ان شاء الله، بالنسبه للعيبه او حتى بالنسبه للاعضاء. والله كابتن عصام افكر ان شاء الله حبيبي. كابتن عصام، مباراه بيراميدز وزمالك سريعا، هل مباراه مقلقه بالنسبه للزمالك ولا لا؟ لا مش مباراه صعبه، صعبه، لكن اعتقد خايف ان الزمالك ممكن يخسر؟ لا لا ان شاء الله، لا ان شاء الله، ان شاء الله متوقع لا الزمالك، يعني الزمالك ليه افضليه اعلى من بيراميدز؟ لا الزمالك البدايه دي هتفرق معايا في اللي جاي، يعني هو كان عايز يعبر
الحزن ده والفتره اللي فاتت والظروف الصعبه ديت والتغيير اللي حصل ده، فهو عبر بالمباراه دي ان شاء الله، في اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل باذن الله. كابتن عصام انا كالعاده بشكر حضرتك في نهايه كل حلقه، بتمنى لك التوفيق يا رب والنجاح، دايما بتشرف انك بتكون موجود معايا من الناس المحترمه، من الناس كمان الفنيه بتعرف تتكلم في الكوره، مش اي حد يعرف يتكلم في الكوره. كابتن عصام حبيبي شهاده كبيره، ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك. شكرا كابتن عصام، شرف ليك حبيبي. يعني قبل ما اختم مع حضراتكم بس بفكر الناس اللي بتتابعنا والناس الزملاء الاعلاميين والزملاء الصحفيين ان في منتخب بيلعب يوم الثلاث اسمه منتخب الشباب، في أول مباراة لي في بطولة أمم أفريقيا أو تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا في موريتانيا 2021، مصر تلعب ليبيا يوم الثلاث الساعة 3 بتوقيت القاهرة، فياريت يعني بس يعني شوية دعم للولاد اللي موجودة في تونس من دلوقتي. كابتن ربيع ياسين كمان المدير الفني، لكن على مستوى شخصي أنا بتفائل لما بيكونش حد بيتكلم على المنتخب الشباب بيحقق نتيجة إيجابية، فإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق يا رب والنجاح، ويوم الثلاث يعملوا نتيجة. أربع ماتشات، ليبيا تونس الجزائر المغرب، هيصعد أول وتاني منهم إلى موريتانيا 2021. كل التوفيق لمنتخب الشباب. بعد الفاصل، يوم السبت بيكون يوم النقد الرياضي، ولكن النهاردة يعني يوم نسائي خالص ليه علاقة بالصحافة والنقد الرياضي، هيكون معايا ملك ونانسي وياسمين، بعد الفاصل نتكلم معاهم ونشوف كمان آرائهم في بداية الدوري، فخليكم معنا.